Pero fija, Kimi Shui. يعني قلت ليش الاستاذ مناف بيجي يسال عني عند ابو اسعد؟ يعني قلت له ليش بده يعني؟ اكيد معناتها شغله كثير كبيره مو خيره. معقوله مفيقني بنصاص الليالي مشان تسالني هالسؤال؟ قول انا الله يرضى عليك، خليني انام احسن ما اروح على شغلي مطرمخه. وانت حالي بقول لك خير ونمتي حبيبتي؟ لك ليش حتخليني اعرف انام؟ جوز معك حق خير، يعني القصة مو مستاهلة. يعني شو فيها يعني إذا كان مدير طلب موظف عنده ما لقى؟ ولي هي فهمتها، بس إنه يجي ذات نفسه على الحارة ويسأل عني، مو إنه يبعث شي خيره. معناتها الشغلة كتير 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 كبيرة خيره، مو هيك خيره؟ مولانا لك من ساعة ما اجينا من الشغل لهلا عم تحكي بالموضوع، خلاص مو امك استلمت القصة؟ معناتها حلتها؟ نوبا. معك حق خيرو، معك حق، أنا زودتها يعني، لازم نملي شوي. حبيبتي حنام على تاني طرف أوسعني. بيطلع الصبح بنروح الشغل وبنفهم شو القصه، ليش لا شغل بالي انا؟ بعدين نريح نمشي شوي، مو هيك خيرو؟ نعم ابو الهنا سند اللي عافيتي. خيرو قلتك اذا طلعوا متسرحيني امي بتقدر تدبر عي ترى؟ لك نام اشبك مثل البقلة بتنام ولا بتنيم؟